السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن جوجل بارد واللي نزل النهاردة. هتقدر تسجل في الموقع ده بطريقة سهلة جدا، علشان لما تيجي تدخل الموقع أصلا بيقولك الموقع غير متاح في بلدك. بس في الفيديو ده أنا أقولك إزاي تقدر تسجل في موقع جوجل بارد المنافس لتشات جي بي تي. في الفيديو اللي فات شرحنا إزاي تقدر تصمم صورة أو أفاتار تخليه يقدر يتكلم وممكن كمان يقدم محتوى، وهتلاقي الرابط موجود في الوصف اسفل الفيديو، وكمان ازاي تقدر تسجل على تشات جي بي تي بعد وقوف تطبيق تو ان ار. دلوقتي انا هنشرح دلوقتي علشان تقدر تسجل في براند او جوجل بارد. تمام، اكتب هنا على جوجل بارد هنا كده واضغط عليها ضغطه. هو بيقول لك نزل جوجل بارد اهو من 15 ساعه. ضغطه واحده كده علشان تيجي تنزل تحت يقول لك Bard isn't currently supporting or supported in your country. Stay turned. طيب ازاي اقدر اخش على الموقع ده؟ اول حاجة انك تخرج بره خالص كده، او بتفتح جوجل من تاني. تمام، بعد كده بتضغط ضغطة كده على الاضافة اللي هسيبها لك في الرابط اسفل الفيديو، وتعمل اوبن للفي بي ان اللي هو يونايتد ستيت الولايات المتحده، وضغطه واحده تاني كده، وحاول انك تثبت الكابتشا علشان انت غيرت كده الموقع بتاعك علشان بيبقى نظام الامان لجوجل. بعد كده بتضغط على اي ام نوت روبوت وبتحدد نظام الكابتشا. بعد كده بيظهر معاك جوجل بارت هنا، تنزل تحت كده شوية وضغطة واحدة عليها اللي هي جوجل بارد دي. بعد كده الموقع فتح معاك بشكل تلقائي، قال لك join waiting أو wait list. ضغطة واحدة كده وتقول له إيه، إن أنا عايز أنضم لقائمة الانتظار، وتقول له yes I am in، وتقول له got. وبكده اول ما يجي الاصدار اللي هو يجي يفتح معانا او الاصدار التجريبي، على طول هيبعت لك رساله على حساب الجيميل علشان تقدر تسجل في جوجل بارد. الموضوع هيبقى جامد جدا الصراحه، وانا شايف ان هو هيبقى اقوى مليون مره من تشات جي بي تي، لان شركه جوجل هي فيها كل البيانات وكل المعلومات، او اكبر منصه فيها معلومات، او السيرفرات بتاعتها اصلا يعني قائمه عليها كل السيرفرات بتاع تشات جي بي تي وكمان اي موقع تاني. لكن جوجل هيقدر يسحب كل معلوماته بشكل اكبر من مواقع الويب على المنصات بتاعته. وبكده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله عن جوجل بارد. مع السلامه.